40 يوم في ستار اكاديمي بقدر اوصفهم بانهم حلم، صداقه، اخوه، دراسه، هدف. وانا في العادي شخص ممكن اكون شقي يعني، فاهم؟ بس في ستار اكاديمي انت بتتعرف على ناس جديده يعني، فاهم؟ انا مش من النوع اللي بتعرف على ناس بسرعه، بس طبيعي ان انت لما تبقى حاطط هدف في دماغك وبتسعى له بتركز دايما عليه، ما بتركزش على الحياه والدراما والمشاكل اللي جوه. انا كنت مركز جوه جدا على شغلي، يمكن ما قدرتش احقق منه الجزء اللي انا كنت نفسي احققه، بس هي دي اللعبه زي ما قلت لك. فكره ان انا قريب من الناس وكنت بحل لهم مشاكلهم، ده المفروض دوري وواجبي، المفروض دور اي حد موجود جوه ان هو يحل مشاكل الغير، يعني ما يبصش على المشاكل ويقعد يضحك ويتريق وكده. بعد كده هديت، لان انا حسيت ان انا خلاص بقى في فتره صعبه، فتره النومينيه مرتين ورا بعض، كان لازم اهدى شويه. مالك جلسات مصارحه، ده شرف ليا اكيد طبعا يعني، ولقب انا ما كنتش بتمنى اكتر منه، لان انا كويس قوي ان انت تصالح اتنين مع بعض كده وتظهر قدام الناس بالصوره اللي انت فيها، فعلا الصوره اللي انت تربيت عليها. هي مشكله دينا وايهاب لما اتخانقوا مع بعض بسبب سهيل، انا ما اعرفش الموضوع كان ايه بالظبط، بس حسيت ان الاتنين زعلانين من بعض، فحبيت ان انا اصالحهم على بعض، لان دينا بنت بلدي وايهاب انا كنت بعتبره لحد دلوقتي بعتبره ان هو اخويا. الحمد لله ان انا قدرت اصالحهم على بعض، والحمد لله ان هم وصلوا لمرحله ان هم بقوا اخواتي يعني. شوف، بالنسبة لجلسات السوشيال ميديا، في حاجات كده كانت بتيجي غريبة، انا ما كنتش عارف ايه. بالنسبة برضو الموضوع ان انا بحب المشاكل، انا ما شفتش نفسي اصلا في مشكلة خالص، ولا حبيت ادخل نفسي في مشاكل ولا دراما ولا حاجات من، انا كنت مركز زي ما قلت لك على هدفي، والحمد لله ان انا يعني وصلت الجزء شوية صغيرين منه، بس الحمد لله ان انا وصلت له. بالنسبة لسهيلة، انا كنت طلبت منها انها تتكلم مع كله بصراحة، لان انا حاسس ان كله شايل منها، انا ما كنتش شايل منها، انا بالعكس انا كنت زعلان عليها مش زعلان منها، لان هي ما ضرتنيش في حاجه، بس برضو في نفس الوقت ما كنتش هستنى ان هي تضرني، فاتكلمت معاها ان هي تتكلم معاهم بكل صراحه، وان هي توصل لهم من الفكره السلبيه اللي هم واخدين عنها ان هي تحاول تنقلها لهم بصوره ايجابيه شويه. هي استقبلت النصيحه متاخر، انا شايف ان هم اخدوا عن طبعا سهيله ان هي انسانه مستفزة، إنسانة بقى بتفكر في إن هي تأذي غيرها، بس أنا شايف إن هي والله ممكن تكون كويسة من جواها، بس هما فاهمين غلط. أجمل صفين مدام ميري ومدام كارلا. مدام ميري أنا كنت بحب الصف بتاعها عشان حاسس إن أنا ممكن أتطور للأحسن يعني، أنا جاي صوتي كويس، بس أنا حابب إن أنا صوتي يبقى واو، فاهم؟ مدام كارلا كنت بتعلم منها حاجات كتير يعني، بتعلم منها، هي أول واحدة اتمرنت على إيديها أصلا في أول برايم. الصف مدام بيتي أنا حبيته مؤخرا لما حسيت ان انا بيجي مني في موضوع التمثيل، لان كل الناس تقول لي انت بتعرف تمثل وبتاع، بس انا مش شايف نفسي بعرف امثل، بس هي قالت لي انت كويس في التمثيل وكده. انا شخصيا بحب المكان اللي هو عند المطبخ ده، اللي هو فيه كراسي، بحب اقعد هناك كده بص لنفسي في المرايه بستعيد الذكريات. الذكريات ان انت كنت بتشوف زمان في التلفزيون ستار اكاديمي وبتشوف الدنيا كانت ماشيه ازاي، وفجاه انت بقيت في الواقع تقعد تبص لنفسك كده، ده بجد انا في ستار اكاديمي يعني. انا شخصيا كان نفسي اكمل علشان منافسة تبقى اقوى كمان، بس زي ما قلت لك دي اللعبه يعني. رافائيل قبل البرنامج انا ما كنتش انا وهو اصحاب يعني خالص، بعد كده تعرفنا على بعض، طلع شخصيه لذيذه جدا وبيحب الضحك وبيهزر، وانا بحب الشخصيات دي، ما بحبش الشخصيات المعقده يعني اللي هي النكديه وكده، ما بحبش كده، بس طلع لذيذ يعني. تعلمت منه الاغاني اللي دايما بيغنيها بتاعه البرايم دي بيقرفنا بيها بصراحه، بس يعني تعلمتها منه. اجمل ذكرى في ستار اكاديمي لحظه الاكسبتنس في الفاينل، نفسي اشوف طبعا بنت بلدي هايدي ومروان ومابل. امتى الزمان يسمح يا جميل واسهر معاك على شطي. انا مش زعلان من حد، والحمد لله ان انا ماشي من البرنامج محدش زعلان مني، وده يكفيني. She's got a smile that it seems to me reminds me of shadows.